إن الحمد لله نحمده ونصلي على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب غرما إشيش رنغلو رياض الصالحين هرنم لنغو رنغلو باب التعظيم حرمات المسلمين هرنم لنغو نسدزو تكف أو تكوزا يعني yani ya mautukufu yani ya watume islamu wa bayanu hukukihim nandu mnungu wangisadzawu yani huvenua yani zihaki za islamu wa shafakata alayhim na huwa renga haupole wa rahmatihim na huwa sikinia bas rabu harumi hadithi ya mia wa mia teni wa shirini na mbili وعن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال أرنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتم صلى الله عليه وسلم أرنغوا المؤمن من الدم مؤمن لمؤمن جل من الدم مؤمن كالبنيان موري أهورا يشد بعضه بعضا يعني بعض يوسكي بعض وشبك بين أصابعه يعني متى صلى الله عليه وسلم قد أرنغو حديثه نوى ينغون كفزيها له أنا فاني هلني أني أزي فاني أشبك هلين أزي زنغ سجنبا مورلز كفزني هلين با بعضي سكيز بعضي اتفقنا عليه وعنه تجر رواية صحاب الغنم في البلد يعني أبي موسى قال أرنغوها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرنغوها من مر في شيء من مساجدنا يعني من ريكومندي أفيرو هرنا إمكرياتو أو أسواقنا أو أفيرو هرنا بزرزاتو ومعه نبل نيكومن أفينغ فمو فليمسكو أو ليقبضو على نصالها إن أليسكي هرما ينشر يلو بكفه هل بابا لكون له أن تصيب أحدا من المسلمين أجند فرو أمره لو أننا مسلم ننها بشيء لو أننا الفمولو نحن قتوك ينس متفقون عليه نمت كما نحن فمو بوي أسي فيرا هرنا مكري أو أسي فيرا بزاري أن جاليم أسي كينسا الفمولو هم هنوهي إلي باري الفمولو لسندالا ندارو أمره وإسلام متفقون عليه وعن النعمان بن بشير هذا سيقول النعمان بن بشير رضي الله عنهما الله مريد بين به قال أرنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرنغوا مثل المؤمنين أنفنوا من تم مؤمن ومؤمنين في توادهم هرنا محبة يأو وتراهمهم نهرنا يفسكينا هرنا يفسكينا يأو وتعاطفهم نهر ما إيهو فنقاتنا يأو هن هنغوزو بيا مثال الجسد فانو موري مولي إذا اشتاك منه مذون ستوكو وانينغو يكمان دي كودزا وهرنا مولي تداعى له سائر الجسد يعني مولي وابك بيا هو رنغفوف بالسهري هرما إيهو كحشيري والهما نيهما متفقون عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه واتسوى أبي هريرة رضي الله عنه قال أرنغوها قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي يعني متمس صلى الله عليه وسلم أمبسو الحسن بن علي يعني وعندما نمجوها يقولون الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس نبلز متمس صلى الله عليه وسلم وكان صابونا كرونا أقرع بن حابس فقال الأقرع وقتو الأقرع أرنغوا إن لي عشرة من الولد ومتنا وانا كومي ما قبلت منهم أحدا سبروا بسطو مجا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قتمت ما من قال يا أقرع فقال أرنغوا من لا يرحم ركمن كاسكنيا لا يرحم ويكاسكنوا متفقون عليه وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرنغوا
قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجانتو وماتها وانجي همتمي صلى الله عليه وسلم فقالوا ورنغوا أنهم تنكمي صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم هل فلون بوسوا وناتتوان فقال فقطمت مرنغوا نعم إيوا قالوا وقتوا ورنغوا لكن نبي فوات والله سلمنا الله ما نقبل واتكر بوسوا وناتتوان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطمت صلى الله عليه وسلم رنغوا أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة نحن قلت لنا تشن دون نفاني نحن نفاني نياني وقتي كما الله سبحانه وتعالى أطهرنا مومو ينو إل بيره متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أتسيونا جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمي صلى الله عليه وسلم رنغوا من لا يرحم الناس أم تكسكني وندم لا يرحمه الله بس مزمن سبحانه وتعالى كم سكين متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه هاتسين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمي صلى الله عليه وسلم قال أرنغوا إذا صلى أحدكم للناس ستكون مجرم أسي صلى زوان الدم فليخفف بس نافني صلاة أو شاش أن أفو فني يصوم يعني كهو شاش فإن فيهم من هرم وندم الضعيف وولي مباوي مفلمه والسقيمة ونالي مباوي السكوزة والكبيرة ونمتك من يوم لهز وإذا صلى أحدكم ستكم وجهر من أصل لنفسه أي نفسه بأصل ذويك وهي فليطول ما شاء أثناء أومبوي إكيرا أن أومبوي صلاة نمتك من دافنزا تفكنا عليه وعن عائشة رضي الله عنها حدثنا عائشة رضي الله عنها قالت أرنغوا إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل يعني كان ممتمي صلى الله عليه وسلم أقول شيء عمل أنا أقول شيء كما كسفني عمل فلان وهو يحب أن يعمل به نوايا كوفين زاو كسف كم بأي فني بي أقول شيء تم بأي فني خشية أن يعمل به كما أن يعمل به الناس كما أن أسير له كما أنك أفنى ندم وتجوي فنى فيفرض عليهم وجاف رضوايو متفق عليه نيجو كما وجاف رضو نيجو كما يجوى الشنى وعنها تجر عائشة رضي الله عنها ذي أولي مدليا قالت أرنغوا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم أن نتمي صلى الله عليه وسلم أبالزا na hufunga ta tumu ambano usifunga ta wakati ya futari ujo ufunga ta tena tumu yangu la kusifutari bebe usenda kama tole ta fanya siku mbili au siku tatu yani mtume abaliza hufunga ta tumu ifunga ta tumu faqalu warangwa innaka tuwasul bebe vua wewe mtume halo balzamba kar sifunga ta tumu nawe usifunga nawe usifunga ta qala qatun farwa inni lastu ka hayatikum wa mtismur de wanyu إني أبيت وميشي له كمبا يتيميني ربي ملنغو نديسا ويسكيني نه النسا متفق عليه يعني مويزنغ سبحانه وتعالى واني مجالي يمتمي صلى الله عليه وسلم مغوفو مور مغوفو زمتالة شهولة أنا نماش وان أبي قتادة الحارث ابن ربعي حدثيون أن أبي قتادة ندي الحارث ابن ربعي رضي الله عنه قال أرنغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أرنغوا إني ومي لا أقوم إلى الصلاة ومي من بان سند هرم الصلاة وأريد أن أطول فيها ومن تجني نيانغو ومن تسحى ومن فينزا وكما يعني نومبوي صفياني صلاة كنودا فأسمع بكاء الصبي وسمي جوكيا كما زمانا متتي ألياو فأتجوز في صلاتي بس هم فنحوش شيء الصلاة ينزل فنجزاني كرات فنحوش شيء كراهية أن أشق على أمه هاو تيكي واني هاو كمان سن فنيمه هاو زيرو رواه البخاري أما ما هي يعني أتطابيها با فالي أبو هرم الصلاة ناسكي منا لياو بابو أسكي منا بس لياني يعني أتطابيها نكن سيو ومبوي الصلاة أو توبارا إن شاء الله تعالى
سندنا هزيا برافو وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا سندنا سدتو أما بندا بدهارنا ملونغو نسدو وتكوفو وانتم إسلامو نا هوفين وإزهاك زاو نا هو وارنغا هاو بولي نا هو سكينيا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشكرا.